بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، الكتاب المقدس مليان من القصص اللي بتتكلم عن التوبة. عندنا المرأة الزانية اللي كانت محتقرة من الشعب الإسرائيلي وتحديدا من الفريسيين، والفريسيين أحبائي هم جماعة متمسكين بحرفية الناموس، ولكن ما بيعيش روح الناموس، علشان هيك بتشوف مرنم وضخم كثير. المرأة الزانية اجت لربنا يسوع المسيح اللي كان عند بيت الفريسي، وسفتت عند قدميه ومسحت بروحها بشعر راسها، وكانت تقدم توبة أمام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هي شعرت بأنه هو إله وإنسان معنا، هي شعرت بأنه هو له السلطان على مغفرة الخطايا، هو الطريق والحق والحياة. والرب يسوع المسيح قال لها: مغفورة لك خطاياك. الفريسي أحبائي هنا قال: من هو هذا الإنسان حتى يغفر الخطايا؟ اللي بيغفر الخطايا هو الله وحده. فربنا يسوع المسيح حكى لها: اذهب، إيمانك قد خلصك، امضي بسلام. فإيمانها بأن يسوع المسيح هو قابل توبتها جعلها تخلص وتقدم التوبة الدائمة. فعلشان هيك أحبائي، هذا المثال الحي اللي موجود في الكتاب المقدس بيعلمنا شو؟ بيعلمنا إنه ما نيأس، بيعلمنا إنه دائما يكون في عندنا رجاء، يكون عندنا ثقة بإنه الله يقبل توبة الخاطئ مثل ما يرجع فيحيا. علشان هيك أحد الآباء شو بيقول؟ لا توجد خطيئة بلا مغفرة إلا تلك التي بلا توبة. فتوبة للإنسان يا أحبائي اللي بيقدم توبة، اللي بيقدم توبة مستمرة، واللي بينحني دائما على ركبه ويقدم التوبة ويقول: يا رب يسوع المسيح ارحمني عن الخاطئ. كثير من أحبائي فاقد الرجاء، لأنه بيقول أن هذا الله يقبلني بالرغم من كثرة خطاياي. وهنا أنا أحكي له من هذا المنبر ومن هذه الكنيسة المقدسة، الكنيسة يا حبيبي، الكنيسة يا عزيزتي، هي بتدعو كل إنسان إنه يرجع لحضنها وإنه يقدم التوبة الدائمة. الكنيسة بتعلمنا إنه الله يقبل توبتنا ويقبلنا زي ما إحنا. هو قبل العشار ورحم الكنعانية، هو الذي فتح للص أبواب الفردوس، ما راح يقبله. ولكن هل فكر من الشيطان حتى يخلينا يكون عندنا اليأس بأنه ما فيش خلاص، ما فيش أمل؟ ولكن ذكر أحبائي بأنه ربنا يريد توبتنا، ولكن يستنى أنه نحن نقدم هاي التوبة كذبيحة حية، نقدم ذواتنا أيضا أحبائي كذبيحة لله، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين. نحن في سلام.